يعطيكم العافية. من المشاكل اللي بتواجهنا أثناء تشغيل برامج أوتوديسك رسالة الخطأ License Checkout Timed Out، وفي رسالة خطأ تانية والأسباب الرسالتين بيشبهوا بعض كتير، وهي The License Manager isn't functioning. السبب الرئيسي لظهور هي المشكلة معظم الأحيان هي برامج التفعيل، لأن بعض برامج التفعيل أسلوبها بتفعيل البرامج يعتمد على استبدال برامج الخدمات الخاصة بأوتوديسك، ووقت بيكون برنامج التفعيل إصدار قديم راح يعمل لك هي المشكلة ويعطل كل برامج أوتوديسك النازلة عندك على الجهاز، فلازم أنت تستخدم دائما آخر إصدار من برامج التفعيل. طيب خلينا نروح على حل المشكلة. أول شغلة لازم نفوت على الخدمات ويندوز وآر من الكيبورد، نكتب services.msc ونعطيه run، مندور على خدمة Autodesk License Services ومنتأكد أنه محطوط جنبها running. إذا ما كانت شغالة منفوت على خصائص الخدمة ونعملها start، وبعدها منحاول نشغل البرنامج. إذا اشتغل تمام، وإذا ما اشتغل منروح على موقع Autodesk ومنحمل الخدمات التالية. طبعا أنا رح أرفق بالوصف كل الأوامر والروابط المستخدمة بالشرح. منحمل خدمة Autodesk License Services ونتأكد أنه محملين الإصدار الخاص بالويندوز. منحمل خدمة Autodesk Identity Manager وهي موجودة هون بالأسفل. آخر شيء منحمل خدمة Autodesk Single Sign-On Component Add SSO. بالنسبة لخدمة Autodesk License Services لازم تحذف الإصدار القديم ثم تنصب الإصدار الجديد، وبيتم حذف الإصدار القديم عن طريق إنك تفوت على C وبعدها على Program File X86 Common File Autodesk Shared Disk Licensing، وبعدها بتشغل uninstall.exe كمسؤول، وهيك تنحذف الخدمة القديمة. وبعدها بتروح على ملف الخدمة الجديد اللي حملته من موقع وتعمله تشغيل كمسؤول، وكمان بتنصب الخدمتين الباقيتين بنفس الأسلوب. كمان لازم تعمل استبعاد للمجلدات التالية من الفحص عن طريق مكافح الفيروسات، وأنا شرحت الطريقة فيديو ظاهر عندك فوق. إذا البرنامج ما اشتغل معك بترجع على الخدمات وتفوت على خصائص خدمة Autodesk License Services، تعمل ستوب للخدمة، وبعدها بتفوت على Log On وبتحدد Local System Account، بتعلم على Allow Service to Internet with Desktop، وبترجع بتعمل Start للخدمة وبترجع بتحاول تشغل البرنامج. إذا ما اشتغل معك للأسف أنت هون بحاجة لإزالة البرنامج بشكل كامل وإعادة تنصيبه من جديد.